خلينا سريعا نروح للترند العالمي ونشوف ايه ابرز ما جاء في هذا الترند، وتحديدا الكلام هنا من خلال حساب سبورت بيبل اللي بيقول ان تم استبعاد تياجو الكانتارا واليسون نجوم طبعا فريق ليفربول من مباراه الغد امام ارسنال. بالمناسبه الموضوع ما تمش حسمه بشكل رسمي، لسه في شكوك هل ممكن يقدروا يلحقوا المباراه ولا لا. في تدريبات اليوم هيبان الوضع وهل يقدروا ولا لا يلحقوا هذه المباراه. هم كانوا تعرضوا لاصابه في احدى التدريبات، واثنين عناصر مميزه جدا. خلينا نروح كمان لحساب على تويتر اللي بيقول ان غوارديولا اصبح في ورطه بعد اصابه البرازيلي جابريل خيسوس مهاجم الفريق، وكمان كان في اصابه قبل كده لسيرجيو اجويرو، فبالتالي ما عندوش مهاجمين خالص. الارجح ان هو هيلعب طبعا ستيرلينج كمهاجم صريح، وده يخلينا نسال كذا تساؤل في فكر غوارديولا، ليه دايما بيلجا للتعاقد مع مدافعين دون النظر للشق الهجومي او تحديدا مركز المهاجم. يعني برضو وجهه نظر، يعني مش هنقدر احنا نعدل على غوارديولا طبعا يعني. تمام، ده ما فيما يتعلق بمانشستر سيتي. حساب بي بي سي سبورت على تويتر بيتكلم على مين، بيتكلم على ان تشيلسي سيقدم عرضا رسميا لديكلان رايس طبعا مدافع ويست هام واحد نجومه بمقابل 40 مليون يورو، لاعب مهم جدا.